السؤال التالي، الصرصار سبب شهرتك، صرصار حبنا. طبعا نعم طبعا نعم 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 ستين نعم. فاكرة الجملة الشهيرة اللي كنت تقوليها بأي طريقة؟ فاكراها طبعا. فاكراها، يلا مش قولي. ممكن انساها. قولي لي ازاي. لا لا، جيبي مسرحية اتفرجي عليها عشان ده صرصار حبنا. عايزه اقول لك انه كفايه ان انا كنت رحيمه بصرصار وجبت له صرصرايه وجوزتهم. الله. يعني شوفي ده الرومانسيه دي. شوفي سعاده. طيب، اشتاق للوقوف على المسرح من جديد، نعم ام لا؟ نعم، انا مشتاق دائما، او انا مشتاقه دائما للوقوف على المسرح، لانه بدايتي كانت في المسرح من خلال الباليه. وفي اي محاولات اليوم ل مثل ما بيقولوا قاتل هذه الرغبه فيك او لاشباعها؟ لاشباعها يعني بكافح طبعا. يمكن اللي من خلال رغبتي الشديده اني اعمل مسرح، سافرت الدنمارك مع الاستاذ محمد نجم، عملنا مسرح هناك. سافرنا الاردن، عملنا مسرح. سافرنا سوريا زمان شويه، قبل كام سنه يعني. عملت مسرح. فيعني سافرت الاردن، عملت مسرح مع الاستاذ محمد نجم. انا سعيده جدا بكل التجارب دي. بس ما في اي خطوه هلا جديده، صح؟ احتمال ان شاء الله يكون في باذن الله. ان شاء الله. اشتركت في مسرحيه المتزوجون بعد اعتذار هويده، نعم ام لا؟ نعم. انها نعم جدا، بملء الفم نعم. كيف تم اختيارك للمشاركة شيرين؟ من قبل من؟ من قبل الأستاذ سمير غانم والأستاذ جورج سيدهم. جورج وقتها كان في دبي، بس كان شافني كنت بعمل معاه مسلسل اسمه خان الخليلي، وعزمني على المسرحية واتفرجت عليها، وما كنتش أعرف إنه في يوم من الأيام هكون بديلة لهويدة الفنانة الجميلة بنت شحرورة. صباح. دي من حظك بتقولي انا اليوم انه هذه المسرحيه انت وعم بتاديها تصورت لحتى طبعت حتى باذهان الجيل الجديد وصارت مثل علامه تاريخيه وعلامه فارقه بعالم المسرح المصري. انا سعيده جدا طبعا انه المسرحيه دي استمرت الحمد لله كل هذه الاعوام، واسعد واكثر باسعد لما بشوف حد صغير جيل جديد بيحب المسرحية. والحمد لله انه حتى انا لو صاحبة مسرحية واحدة ناجحة، الحمد لله كل هذا النجاح، ابقى انا يعني عندي تاريخ طويل. ومن حظك انها تصورت كمان. ما هي لو ما كانتش تصورت ما قدرت. وده كان حال مسرحيات كتير انا عملتها، منهم خمس مسرحيات لقطاع الدولة مثلا ما تصوروش. فالناس ما شافتهمش.